الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في السباق المحلي الخامس ضمن تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الكرام. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، على بركة الله ينطلق شوطنا الأول، الشوط الرئيسي في هذا الصباح للإبكار الثنايا. انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات مع المقدمة ومع الصدارة ومع الانطلاق الأول نحو الصدارة ونحو الريادة نحو الانطلاق الرئيسي. أتقدم مباشرة مع جمايل من تحتل الصدارة بشعار هجن الشحانية، بمتابعة جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتواجد بجمايل مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل سهم من تحتل مركز الوصافة بشعار هجن الشحانية، بمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل من يتواجد مع سهم على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من وسام هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران من يتواصل مقدما لنا وسام مع المركز الثالث. المركز الرابع لؤلؤة مع رابع الأسماء هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان من يتواجد مع لؤلؤة على المركز الرابع. خامس التحديات الوصول والقدوم من طرب من تتسلل إلى المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يتواجد مع طرب من تغير الأمور من الخامس إلى الرابع إلى الثالث تندفع مع المركز الثالث. المركز السادس وصلت وانطلقت هنا الخفيفة هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران من يتواجد مع المركز السادس. سابع الأسماء الوصول من نجلة هجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع من يتواجد مع نجلة على المركز السابع. المركز الثامن الوصول من الشاذلية هجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع من يقدم لنا الشاذلية في هذه اللحظات مع ثامن الأسماء. تاسع التحديات مسيكة هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من يتواجد مع مسيكة على المركز التاسع والمركز العاشر من نختتم بها النداء. هنا الوصول من المها هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من يتواصل مع المها على المركز العاشر. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا في كل مكان للعشرة الأسماء المنطلقة والمندفعة الباحثة عن الناموس الباحثة عن الشوط الرئيسي في هذا الصباح. المقدمة والريادة هنالك مع جمايل، جمايل مع المركز الأول، جمايل مع الانفراد الأول، جمايل مع الانطلاق الرئيسي. تندفع هنا جمايل بشعار هجن الشحانية، بمتابعة جابر بن سالم بن فاران من يتواجد مقدما لنا صاحبة العوايد صاحبة الجمايل من تندفع مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من سهم هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من يتواجد باندفاعة سهم على المركز الثاني. إن
النقلة والدور إلى المركز الثالث، الوصول من طرب من تحتل المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، بشعار الأدعم من يتواجد مع طرب. جابر بن سالم بن جابر بن فاران مقدما لنا طرب، من تسللت إلى المركز الثاني واندفعت وصيفة مع جمايل في هذه اللحظات. المركز الرابع الوصول من لؤلؤة مع رابع الأسماء هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان، من يتواجد في هذه اللحظات باندفاعة لؤلؤة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت وسام هجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يقدم لنا جمايل مع المركز الخامس. المركز السادس الوصول والانطلاقة من الخفيفة هجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فاران باندفاعة الخفيفة على المركز السادس. المركز السابع وصلت هنا نجلة هجن الشحانية وفران بن محمد بن قريع، من يقدم لنا نجلة في هذه اللحظات. المركز الثامن وصلت وانطلقت هنا الشاذلية هجن الشحانية، أيضا فران بن محمد بن قريع من يتواجد مع الشاذلية على المركز الثامن. تاسع الأسماء هنا مسيكة هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من تواجد باندفاع تمسيكة، عاشر التحديات الوصول والقدوم من المها هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل من يتواجد مع المها على المركز العاشر. نداؤنا الثاني أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة هنالك إلى من غيرت إلى صدارة الشوط، إلى الانطلاق الأول، من غيرت مع المركز الأول طرب. طرب مع المركز الأول طرب، من اندفعت مع الصدارة يا سلام هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا طرب مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من جمايل هجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتواجد هنا مقدما لنا جمايل وطرب مع الشوط الرئيسي في هذا الصباح. من يندفع بهذه الاسمين المندفعة والمنطلقة، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الانتصار وعن الشوط الرئيسي. المركز الثالث سهم هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل، من يتواجد مع سهم على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من لؤلؤة على رابع الأسماء هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان، من يتواجد بلؤلؤة على المركز الرابع مندفعا مع هذا الشعار الكبير ومع هذا الإنتاج الفاخر ومع هذا الإنتاج النادر، من يتواجد دائما وأبدا مع الأشواط المفتوحة، هذا الانتاج الفريد من نوعه مع هذه السلالات العريقة وهذه السلالات النادرة الحاضرة في هذا الانتاج، انتاج أم الزبار الحاضر دائما وابدا مع الأشواط الرئيسية ومع أشواط الرموز حاضرا هذا الشعار. المركز الخامس الوصول من وسام هجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يتواجد مع وسام على المركز الخامس. المركز السادس الوصول والاندفاع من الخفيفة هجن الشحانية وجابر بن سالم بن جابر بن فاران، من يتواجد مع المركز السادس مقدما لنا الخفيفة. المركز السابع الشاذلية هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، من يتواجد مع المركز السابع. المركز الثامن وصلت واندفعت مع المركز الثامن، هنالك من تنطلق
نجلة هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريعة من يقدم لنا نجلة مع المركز الثامن تاسع الأسماء هنالك مسيكة هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل من يتواجد مع مسيكة على المركز التاسع المركز العاشر المها هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل ولكن العودة إلى طرب العودة إلى طرب هنالك مع الصدارة هنالك مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا طرب باندفاعة طرب الكبيرة المندفعة والمنطلقة هنالك مع الصدارة هنالك مع الانطلاق النهائي يا سلام يا طرب جمايل مع المركز الثاني جمايل مع ثاني الأسماء هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من يتواجد مع المركز الثاني مقدما لنا جمايل المركز الثالث ايضا تصل وسام هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من يتواجد مع وسام مقدما لنا طرب وجمايل ووسام هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران من يتواجد مع هذه الاسماء الكبيرة الباحثة الطامعة بالشوط الرئيسي من تنطلق بهذا الأداء الكبير بهذا الأداء الاستثنائي ولكن لؤلؤة مع المركز الرابع هجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان من يتواجد مع لؤلؤة على المركز الرابع المركز الخامس سهم هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل ولكن طرب مع المركز الأول هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من ينطلق في هذه اللحظات باندفاعة طرب بانطلاقة طرب ولكن جمايل مع المركز الثاني مع الكيلو الأخير الكيلومتر الكبير انطلقت جمايل مع المركز الثاني هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا جمايل مع المركز الثاني من تسللت إلى المركز الأول بعوايد جمايل باندفاعة جمايل بتاريخ جمايل من غيرت مع المركز الأول اندفعت بالشعار الأدعم الشعار العناب الكبير من ينطلق مع الشوط الرئيسي وسام مع المركز الثالث هجن الشحانية لولا مع المركز الرابع هجن أم الزبار ولكن وسام ولكن جمايل وهنا انطلاقة طرب وجمايل الشوط الرئيسي هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران ينطلق مع الشوط الرئيسي مقدما لنا جمايل وطرب مع الأمتار الأخيرة الأمتار النهائية بدون أوامر بدون تعليمات أداء تلقائي ينطلق مع الشوط الرئيسي بهذا الأداء الكبير والمميز طرب وجمايل جمايل وطرب الأمتار الأخيرة طرب يا سلام وصلت وسام مع المركز الثالث ولكن طرب تهانينا والف مبروك إلى هجن الشحانية على فوز طرب بناموس الشوط الرئيسي المركز الثاني جمايل هجن الشحانية المركز الثالث وسام هجن الشحانية المركز الرابع لؤلؤة هجن أم الزبار والمركز الخامس الخفيفة هجن الشحانية تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا في كل مكان إلى هجن الشحانية على انتزاع طرب لناموس الشوط الرئيسي بمتابعة جابر بن سالم بن جابر بن فاران من قدم لنا طرب مع الشوط الرئيسي تهانينا وألف مبروك التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية جزء من الثانية تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى جابر بن سالم بن فاران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المركز الثاني جمايل هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران التوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية 44 جزء من الثانية تهانينا والف مبروك إلى هجن الشحانية وإلى جابر بن سالم بن فاران
المري المركز الثالث وسام هجنوا الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران 12 دقيقة 49 ثانية 55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى جابر بن سالم بن فاران من قدم لنا طرب مع الشوط الرئيسي في هذا الصباح. تهانينا والناموس لجميع الفائزين على بركة الله. ينطلق الشوط الرئيسي للثنائي.